صدق الله العظيم، صدق الله العظيم فيما قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معكم اليوم بمشيئة الرحمن أخوكم الأستاذ محمد السيد، وترجمة سورة الكوثر. ولا بد في أول الأمر أن ننوه إلى بعض الأمور الهامة. ننوه في البداية أن العبادات كلها توقيفية، بمعنى أنه لا يصح أن تتم العبادة إلا بالطريقة التي حددها لنا الشرع، فلا تتم الصلاة بغير اللغة العربية. وعليه فلا تجوز تلاوة القرآن الكريم في الصلاة أو خارجها بغير اللغة العربية، ولكن تتم ترجمة القرآن الكريم لتعريف غير الناطقين باللغة العربية المراد من المعنى. والترجمة في الأساس هي ترجمة للمعاني، ترجمة للمعنى المقصود من الكلمة أو مجموعة الكلمات الموجودة بالنص المراد ترجمته، وليست ترجمة حرفية، يعني ما بنترجمش حرف بحرف ولا كلمة بكلمة، فهذا خطأ شديد، وربما يؤدي ذلك إلى تحريف النص القرآني، كما في قوله تعالى: لو حبينا نترجم قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. لازم الأول نعرف المعاني من الكلمات والأفعال عشان لما أترجم صح ما ترجمش غلط. فكلمة يصلون الناس ممكن تقول تبقى pray، ولكن pray هنا غير مناسبة بالمرة للمعنى في الترجمة، لأن كلمة pray معناها هي معنى يصلي، لكن هي معنى يتضرع ويبتهل. هذا في حق العباد، العباد هم الذين يتضرعون ويبتهلون ويصلون إلى الله لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحق ذلك لله تعالى أن نقول أنه تعالى وملائكته يصلون يعني يبتهلون أو يتضرعون. لا، هذه ترجمة مغلوطة وغير صحيحة على الإطلاق. ولكن يصلون هنا إن الله وملائكته يصلون، أي ينزلون الرحمة والبركة عليه صلى الله عليه وسلم. لذا فكلمة يصلون هنا تترجم send blessings، يرسل البركات، أي تعني أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يباركون النبي صلى الله عليه وسلم. والآن مع ترجمة السورة. لازم يا جماعة لما نيجي نترجم نخلي بالنا نعرف مين الفعل، فين الفعل وفين الفاعل، بمعنى نعرب الجملة، لازم أعرب الجملة إعراب صحيح، إعراب سليم، عشان أقدر أوصل لترجمة ممتازة تؤدي الغرض منها وهي توصيل المعنى السليم للآخرين. فإنا أعطيناك الكوثر. إن هي لفظ توكيد، حرف توكيد كما يقول أهل اللغة العربية، إنا، وهنا تقال بصيغة الجلال لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم هنا. والله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بلهجة الفخر، لأنه سبحانه وتعالى جليل عز وجل. فالترجمة لا نقول آي، يعني ربنا ما بيقولش آي، أو إحنا ما ترجمهاش آي، بل نقول وي بلغة الفخر والكبرياء، فالفخر والكبرياء لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إنا أعطيناك، الفعل يعطي هو كلمة جيف مثلا، لكن هناك فعل آخر بمعنى يعطي أو يمنح، وهو كلمة grant، G-R-A-N-T، مبينة عندنا هنا على الشاشة، G-R-A-N-T. الكاف هنا في المخاطب
تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. إن أعطيناك، يعني أعطيناك يا محمد، إن أعطيناك الكوثر. الكوثر في اللغة كما يقول أهل التفسير عشان أقدر بقى أترجم صح، هو حوض في الجنة أو نهر في الجنة. إنما بعض الترجمات الأخرى تقول بأن الكوثر معناها من الكثرة، فممكن نترجمها على كلمة مثلا بكلمة plenty وفرة وكثرة. لكن أنا شايف إن الترجمة دي غير صحيحة، فالأفضل أن نبقي على كلمة الكوثر كما هي. إن أعطيناك الكوثر فصلي. صلي هنا فعل أمر، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالصلاة، فصلي لربك. وإيه تاني؟ وانحر. يبقى في فعلين أمر هنا، يصلي وينحر. وطب هيصلي لمين وينحر لمين؟ له عز وجل. نعم، يبقى احنا كده لما نفهم كل الحاجات دي بهنترجم ان شاء الله ترجمة مظبوطة، ترجمة صحيحة. طيب، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك. هنا برضو إن الألف والنون هنا للتوكيد أيضا. إن شانئك، شانئك الشانئ هو المبغض، يعني هو الكاره المليء بالبغضاء والكراهية، فتترجم على أنها العدو، العدو الذي لا يحمل لغيره إلا البغضاء والشحناء وهكذا. إن شانئك هو الأبتر. الأبتر معناها المقطوع. أنا لازم أفهم يا جماعة المعنى عشان أقدر أترجم ترجمة سليمة. يبقى الأبتر هو المقطوع، لذلك عندك في اللغة بيقول لك إيه؟ هنبتر له صبعه مثلا، ربنا يعني يحفظ الجميع. يبقى البتر هو القطع، القطع التام، مش هسيب حتة كده لا مؤاخذة، لا ده أنا هشيل خالص نهائي. فإن شانئك أي إن كارهك يا محمد عليه الصلاة والسلام هو الأبتر، أي هو المقطوع ذكره في الدنيا والآخرة، إنسان حقير محتقر. الترجمة بقى على النحو الآتي: Indeed we have granted you. المخاطب هنا النبي، عشان كده فتحنا أقواس. أوه محمد الكوثر، إن أعطناك الكوثر. So pray to your Lord and sacrifice to him alone. Indeed, your enemy, he who hates you, is the one cut off. طيب، نتعرض هنا للكلمات والمعاني اللي اتفقنا. طبعا احنا بنترجم مش من اجل الترجمة وخلاص، لا، بنترجم، بنفهم، بنحفظ كلمات، بنشوف الجرامر، القواعد وهكذا. Indeed معناها أصلا في اللغة الإنجليزية في الواقع، في الحقيقة، فهي من باب التوكيد. يعني We have granted you، يعني إن أعطيناك الكوثر. هي الكوثر، لا يجوز أن نترجم يعني كلمة الكوثر، هناك البعض من يترجمها زي ما قلنا دلوقتي plenty، لكن لا، إجابة مش مظبوطة. هي الكوثر يعني نبقى عليها زي ما هي. So pray to your Lord. Pray يعني صلي، يعني النبي هيصلي، مأمور بالصلاة. To your Lord، Lord يعني رب، Lord يعني رب. And sacrifice، وانحر. انحر لو النحر يعني الذبح. And sacrifice ومنه التضحية. Indeed your enemy، إن شانئك، is the one cut off، هو الأبتر. cut off هو المقطوع، من كلمة قط يقطع، cut off البتر النهائي، البتر التام. الكلمات هنا indeed يا جماعة بتساوي in fact في الواقع في الحقيقة، grant الفعل المعنى give، الكوثر قلنا البعض يترجمها plenty يعني وفرة، إن الكوثر من الكثرة. The one cut off، إن شانئك هو الأبتر. هناك بقى البعض من يترجمها بالأبتر هو الخاسر الذي يخسر. هذه من ضمن المعاني يعني في الترجمات.
ولكن الافضل the one cut off الاكثر. بالنسبه للستراكشرز او الجرامر اللي هنا يفضل في ان اعطيناك يفضل ان تكون في زمن المضارع التام. طب ليه ما نستخدمهاش في الماضي البسيط؟ لان لو قلنا ماضي بسيط يبقى ربنا اعطى وخلاص وانتهى، يعني ممكن يكون اعطى وبعد كده ايه رجع خدها ايه منها، يعني اخذ ما اعطاه منه مره اخرى منه صلى الله عليه وسلم، يعني مش بقول هيعطيه الكافر وبعد كده يروح ياخده منه، لا اعطيناك. العطاء هنا مستمر، يبقى العطاء بدا من قبل واستمر 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 حتى الوقت الحالي، هذا هو المضارع التام have مع تصريف ثالث التي تفيد بأن الفعل بدأ في الماضي واستمر واستمر إلى الوقت الحالي. We have granted you. عندي الفعل pray فعل أمر، هو الفعل sacrifice. نقول الترجمة للصورة مرة أخرى. Indeed we have granted. Indeed we have granted you, O Muhammad al-Kawthar. So pray to your Lord and sacrifice to him alone. Indeed, your enemy, who hates you, is the one cut off. وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم، انتهى بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. لكن ما تنسوش حضراتكم فضلا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايكات والمشاركة للآخرين لجميع أصدقائكم ومعارفكم وحبايبكم علشان تعم الفائدة، وهذا يعتبر دفع لنا في تقديم كل ما هو مفيد لحضراتكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.